قبل اتفضل اتفضلي. قبل ما نتكلم فنيا، عايزه اكلم حضرتك طبعا فنانين كتير على مباراه بايرن ميونخ. انا عايزه اسالك عشان نقفل صفحه الدحيل، شفت مين افضل ثلاث لعيبه في مباراه الدحيل طبعا من فريق النادي الاهلي؟ ده دايما سؤال بنساله للمشاهدين او لجماهيرنا، انه مين افضل ثلاث لعيبه في مباراه الاهلي والدحيل؟ عايز اعرف وجهه نظر حضرتك. نمره واحد طبعا ايمن اشرف. ايمن اشرف هو يعني هو خد رجل المباراه مان اوف ذا ماتش بعد الماتش من قبل الفيفا الاتحاد الدولي، ادوله ان هو رجل المباراه. معاه بدر بانون برضو ظهر بشكل كويس جدا، وكان واضح ان هم بيلعبوا لعبهم الطبيعي وعندهم ثقه في نفسهم كويسه جدا. التمركز بتاعهم كان رائع، الرقابه كانت رائعه، التغطيه كانت رائعه، يعني كل الواجبات اللي بيقوم بيها خط الظهر هم عملوها بشكل مثالي. ويعني الثالث ممكن اقول علي معلول برضو ظهر بشكل كويس. يمكن الناس اللي في نص الملعب او الناس الفراوده اللي قدام كان في احسن من كده، ولكن برضو ليهم العذر لان الماتش الاولاني كان عليهم ضغوط كبيره جدا ان هم لازم يكسبوا ولازم نعمل نتيجه كويسه عشان نخطي الدور. ولكن الحمد لله يعني انا شايف ايمن اشرف وبدر بنون وعلي معلول.